السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمارة ليست هي الحوائط، وإنما المساحات أو الفراغات بين الحوائط. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الروم. الروم هو عبارة عن إيه؟ هو الروم هو عبارة عن الفراغات اللي بين الحوائط. فهي مهمة جدا ومهمة جدا إن إحنا نهتم بيها ونتعامل معاها، ونلاقي إن البيم بيقدم لنا مزايا كتيرة جدا لما بنتعامل مع الروم. طيب، عشان أحط الروم هاجي هنا هلاقي المجموعة ديت من الأوامر. هلاقي عندي روم واختصارها RM. لما بدوس عليها بيبدأ يدخلني في Modify Place Room. بلاقي أول اختيار اسمه Place Room Automatically. ده يعمل إيه؟ أي مكان مغلق من الحوائط هيعتبره روم. أول ما تدوس عليه هيبدأ يعمل لك 65 روم في الدور ده بس، أو في الفيو ده بس، الباقي مش ملوش دعوة بيه. هو بيعمل فلور فلور او فيو فيو. طيب، لما تيجي تعمل سيلكت كده هتلاقي ان ده مكتوب عليه روم، ومكتوب هنا الاسم، ومكتوب هنا الرقم. طبعا هو ما يعرفش، هو بيكتب كلمه روم وبيدي اي رقم. انت المفروض تعمل سيلكت هنا وتبدا تغير الاسم هنا وتغير النمبر هنا. طيب، خلينا ندوس تراجع، اروح لاركتكشر واروح لروم. عرفنا البليس روم اوتوماتيكلي. هلاقي حاجه اسمها هايلايت باوندريز، بتدوس عليه تمام بيبدا يعمل لي باوندري او حدود للروم بالشكل دوت. طيب، اقول له اوكي. ولاقي اختيار اسمه تاج اون بليسمنت. ده معناه ايه؟ معناه اول ما احط الروم ابدا احط لي التاج. لو انا شلت العمدي هيكون لي الروم ويعمل لي الروم، بس مش هيحط لي التاج. فالافضل ان انا افعل الروم بحيث تبقى في خطوه واحده. طيب، لو انا ما عملتش التاج هتيجي هنا من اركتكشر وهتلاقي عندك اختيار اسمه تاج روم، تقول له تاج روم وتبدا تشوف الروم ويبدا يحط لك التاج عليها، او بتلاقي تاج اول نوت تاجد فتطلع لك القايمه ديت. فممكن تقول له اعمل لي التاج لكل الابواب وكل الروم وكل النوافذ، وتقدر تختار من هنا انهي تاج فيهم اللي هيكون موجود لو في اكتر من تاج لنفس الحاجه. هتلاقي هنا حاجه اسمها انكلود اليمنت فروم لينك. لو انت ساحب حاجه لينك هيبدا يحط فيها التاج للعناصر اللي مسحوبه. هنا ليدر هيحط لك ليدر للحاجه اللي انت تعملها، وده الاتجاه بتاعه هوريزونتال او فيرتيكال. طيب، هقول له روم، بيقول لي انت عايز الابر ليمتد بتاعك. انا دلوقتي هنا في الدور الارضي، فانا بقول له الابر اعلى حاجه عندي الدور الارضي 3 متر. تمام، ليه 3 متر؟ هنشوفها دلوقتي لما ناخد سيكشن. وتقدر تعدلها، يعني تقدر تخليها 4 متر 5 متر، الرقم تقدر تغير فيه زي ما انت عايز. طيب، هنا هتخليه هوريزونتال ولا فيرتيكال اللي هو التاج دوت. ممكن تخليه زي كده او تخليه حسب الموديل. تمام. طيب، هنا الليدر. طيب، لو انا حطيت كده او بالليدر ومره تانية حطيته من غير الليدر بالشكل دوت، طيب خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. لو انا جيت سحبت الروم دوت اللي فيه الليدر ده بره، خرج بدون اي مشاكل خالص. ليه؟ لان هو هيبقى معروف ان الرقم ده بيشاور على الغرفه ديت. انما هنا لما تيجي تخرجه بره يديك علامه استفهام ويقول لك مش هينفع. لو هو موجود بره محدش يعرف ان الرقم ده ليه علاقه بالغرفه دي، فتقول له موفت روم فيبدا يحركها لك للروم ديت. ممكن تعمل سيلكت على دوت وتقول له بيك نيو هوست، وتختار الهوست بتاعه فيبدا يديك نفس المعلومات الخاصه بالغرفه ديت. طيب، لو جيت هنا عملت سيلكت ودخلت في ليت تايب، تقدر تقول له وريني الاريا. تمام، اوكي، هيبدا يديني المساحه. طيب، لو انا جيت هنا في الروم وقلت له اريا اند فوليوم، ممكن تقول له احسب لي الاريا بس او الاريا والفوليوم بس. الاريا بس بياخد وقت اقل في الحساب، الفوليوم بياخد وقت اكتر. هنشوف ازاي نضيف للتاج موضوع الفوليوم. طيب، هنا الروم اريا هيحسب لك من الفينش، من الول فينش من هنا، ولا من السنتر، ولا من الول كور لاير الكور اللي في النص، او من الوول كور سنتر. طيب، هقول له اوكي، تعمل سيلكت، هتقول له اديت فاميلي. هنا ده هتدخل في الاديت هيجيب لك ان ده الاسم، ده الرقم، وهنا هيقول لك ان ده الاريا. ممكن تقول له انا عايز ازود الفوليوم، هيظهر معاك كده. ممكن تقول له بريك، يعني خلي ده في سطر في سطر، وهنا تكتب الكلمه مثلا قبليها والكلمه بعديها وهكذا. هقول له اوكي واقول له لود، حمل في المشروع دوت. هيبدأ يظهر، قال لي الفوليوم مش محسوب. ليه مش محسوب؟ لان انا شلت من هنا
قلت له احسب لي الاريا قول لي. لو قلت له الاريا والفوليوم هيبدا يحسب لك الاريا والفوليوم بالشكل دوت. طيب انا هدوس تراجع، انا عايز يجيب لي بس الاسم ورقم الغرفه. ممكن تعمل سيلكت كده وتدخل وتقول له دي مثلا هنا نوم وده الرقم بتاعها 07، تمام. ودي برضو تعمل سيلكت عليها وتقول له برضو ان دي 8 ودي نوم بالشكل ده. طيب بدل ما نبدا نحط غرفه غرفه، هنبدا نستفاد من الروم، تاكد ان التاج اون بليسمنت موجوده وتقول له بلاس روم اوتوماتيكلي، هيحطهم لي كلهم وانا بس عليا ان انا اعدي عليهم وابدا اشوف الاسامي الغرف. هتقول له هنا مثلا ده 100 وده نوم، ده نوم 50، اه. الرسالة الخاطئة دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان في غرفة تانية واخدة رقم 50. ليه؟ لان هو خد رقم ارقام عشوائية، فممكن يكون فعلا في اتنين واخدين نفس الرقم، بس لما توصل للتانية هتلاقي ان في، لا ان دي المفروض تاخد اسم تاني. طيب عشان نشوف الاخطاء ديت بتروح لمانج وتروح ل وورنينج وتبدأ تشوف الاخطاء بتاعتك. هيبدأ يقول لك ان في وول اتاشت بس مش موجود، مش مس هايلايت اليمنت ار جوينت، في اخطاء اهيت. تبدأ تشوف الخطأ الخاص بالأسامي بتاعت الغرف وتبدأ تعدلها، أو لما تعمل جدول هتقدر تشوف إذا كان في اسم مكرر ولا لأ. تمام، النمبر فاليو اهو جاب لي إن فيها في غرفتين اهمت واخدين نفس الاسم. طب دي فين؟ شو هيبدأ يشوف لك الغرفة دي موجودة فين. طيب الغرفة دي أصلا تقريبا مش واخدة رقم. طيب ممكن تديها اي رقم او تشوف المصمم نفسه واخد رقم ايه. خلينا مثلا ديت، اقول له دي مصاعد ودي 4 7، جاب لي خطأ نفس الخطأ. طيب لو انا عندي محل تجاري كبير وعايز اقسمه، تمام، خلينا نكتب هنا محل تجاري وده رقمه كام؟ 2 7 بالشكل ده. طيب عايز اقسمه، خلي هنا المحل دوت ليه اسم واللي تحت ليه اسم، اه كان في اتنين اجروه، فهلاقي جنب الروم روم سيبريتور، فابدا اقول له اقسم. لو انت رسمت خط في وقفت كده ملوش لازمه، لازم تكمل الخط لحد ما يقطع كده، تمام. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصلت؟ لا، في، تعال نعلم على الروم، هتلاقي ان هو خلاص خلى دي لوحديها. طب واللي تحت؟ مفيش اي روم فيها. تقدر تيجي هنا هتلاقي كله متلون ما عدا هنا اهو، فتبدا تحط هنا وتبدا تديله الاسم اللي انت عايزه. طيب لو انا عايز اشوف اللون اللي احنا كنا شايفينه من شويه ده يبقى ثابت معايا، هقول له في في، ادخل في روم. لو شلت العلامه من على الروم دي كل الروم هيختفي. طيب لو دوست على علامه الزائد وقلت له انتريور فيل، انا عايز اشوف اللون دوت والريفرنس اللي هو الخطين، هيبدأ يظهر معايا الخطين وهيبدأ يظهر كل الشغل باللون مش مختفي. طيب كده احنا عرفنا ازاي نقسم لاتنين روم. طيب لو انا عندي حاجة زي كده مثلا، المساحة دي اللي هي، خلينا نكتب عربي نساء. طيب انا عندي عايز دي كلها تبقى غرفة واحدة لان هنا بيبقى بارتيشن، تمام، فمش مستاهل ان انا اقسمه على 3 غرف، تمام. طيب هاجي على الحيطه ديت وهشيل علامه روم باوندنج، يعني ده العنصر ده مش بيفصل بين اتنين روم، هقول له اوكي فهو يعتبر دي غرفه واحده. طيب ممكن تروح معلم على الحاجه كلها. لو انا عملت سيلكت على ده الاقي ان الحيطه دي مكمله لحد هنا، فاعمل ايه؟ تقدر تعمل سيلكت كده وتقول له انا عايز اقطع الحيطه ديت سبيريت اليمنت، وتبدا تقطع الحيطه بتاعتك دي من هنا مثلا. فتيجي تعمل سيلكت على الحيطه دي وتقول له روم باوندنج، وكنت ممكن تقطعها كلها لان نفس الفكره برضه، اه. فخلاص دي كلها بقت اريا واحده زي ما انت شايف. طيب لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز اخد سيكشن في الروم ديت،
تمام. السكشن ده عايزه يبقى يشوف المتر واحد، هدوس رايت كليك واقول له جو تو فيو. طيب انا عايز اشوف الروم، خلي بالك هو واخد قد ايه، 3 متر من هنا لهنا. لو قسنا فعلا المسافه هتلاقي 3 متر دي اي، يعني لو احنا قلنا دي اي وقلنا من هنا لهنا هتلاقي 3 متر، لو 3 متر 30. لو شلت دي دوست هنا على الخط دوت خلاص، عايز تخرج من الامر اللي هو بتاع الدايمنشن دوس في اي حته فاضيه، هيقول لك ان المسافه من هنا لحد حدود الفلور، لان هو الروم هتقف عند الفلور، هتبقى دي 30 سنتي ودي 3 متر. طيب لو انا عايز ابدا بقى ادخل المعلومات، ممكن تقول له اركتكشر وتقول له تاج اول، تاج اول نوت تاجد، وتقول له روم وتقول له ابلاي اوكي، هيبدا يحط لك الاسامي زي ما انت شايف. كل ما تعدل في البلان تعدل في السكشن، تعدل في السكشن، تعدل في البلان وهكذا. طيب لو انا عندي حاجه مسحوبه لينك، يعني خليني ابص كده، مثلا ده ملف فاضي خالص، تمام خلينا نشوف كده الدور الاول. عايز اجي هنا من انسيرت واقول له لينك ريفيت وابدا اسحب الملف بتاعي. قبل ما اسحب الملف بتاعي لازم اسيف عشان الاسامي تبدا تظهر معايا. طيب هقول له انا عايز الملف دوت. طب ايه ده، انا عندي الملف موجود لي في 001 002، دي عباره عن باك اب، تمام دي حاجات مسافه قبل كده بحيث لو حصل مشكله لا قدر الله تقدر تعمل ريستور للحاجات دي. طب هتعملها ريستور منين؟ هتروح لقائمه كولبريت، هتلاقي ريستور باك اب وتحدد الملف بتاعك يبدا يرجعه لك. طيب دلوقتي هقول له انا عايز اعمل لينك، فهتروح لانسيرت وتقول له لينك ريفيت وتختار الملف دوت، وهتختار اورجن تو اورجن واقول له اوبن، يبدا يفتح لي الملف. ركزوا مع الحته دي لان الحته دي مهمه في موضوع ان احنا نشتغل مع بعض لينك. طيب هروح هنا للليفيشن، هلاقي ان هنا في كانت حاجه موجوده اسمها الدور الاول ليفل 1 وليفل 2، هنلغيهم فلغالي الحاجات دي. لو رحت هنا لقائمة فيو وقلت له انا عايز اعمل بلان فيو، عايز اعمل من بلان فيو فلور بلان، بيقول لي مفيش اي حاجة خالص معلومة دلوقتي. طيب انا دلوقتي هروح لكولبريشن وهقول له انا عايز انسخ الليفلات دي تبقى معايا في المشروع، هقول له كوبي ليفت كوبي مينيتور واقول له انا عايز سيلكت لينك واسحب من اللينك بتاعي، هقول له كوبي واروح معلم على العلامه دي عشان اسحب كذا عنصر مش عنصر واحد. لو انا معلم شايل العلامه هتسحب واحد واحد بس، مالتيبل هتبدا تسحب كلهم وتقول له فلتر وتشيل الوول وتشيل الفلور وتخلي بس الليفلات وتقول له فينش. كده انت خلصت الفينش للتحديد، بس لازم تروح هنا الكوبي مانيتور وتقول له فينش تاني، لازم المرتين. طيب دلوقتي بقى لما تروح للفيو وتقول له بلان فيو فلور بلان، هيبدا يجيبهم لك كلهم وتقول له اوكي، يبدا كارتهم لك كلهم. بس انا شايف ان هم مش مترتبين، هو مترتبين بالحروف مش مترتبين بال يعني الدور الاول وبعد كده الارض وبعد كده التاني، لا مش مترتبين حلو. فهاجي هنا واقول له براوس اورجانيزيشن واختار اي واحد فيهم واقول له اديت جروبنج واقول له انا عايزك ترتبهم لحسب الاسوسيتد ليفل اوكي ابلاي اوكي، هلاقيهم لي رتبهم لي بالشكل ده. طيب لو احنا رحنا للدور الارضي واجي اقول له اتعرف على الروم، هلاقي ان هو مش حاسس بحاجه خالص، فاروح عامل سيلكت كده واروح قايل له ايديت تايب واقول له روم باوندينج، فيبدا يتعرف على الغرف. بعد كده تقدر تقول له تاج روم وتبدا تشوف فين الروم تاج اللي هو دوت مثلا، تختار التاج اللي انت عايزه وتقول له اوكي، فيبدا اقول له روم هيبدا يعرف لك الروم بشكل دوت، بدا يحس بالحدود بتاعتي. تمام ممكن تقول له بليس روم اوتوماتيكلي، فيبدا هو يحط فيهم كلهم مره واحده. طيب نرجع ليه الملف بتاعنا، شفنا ازاي نعمل موضوع التاجات دوت. طيب هروح هنا للدور الارضي، اروح هنا لفي في واروح هنا للروم واشيل الاثنين دول
رجعهم زي ما كانوا. لو انت عايز تشيل التاج هتيجي هنا تقول له شيل لي الروم تاج وهقول له اوكي. طيب عايزين نشوف ازاي نبدأ موضوع التلوين حسب الاسم او حسب الرقم. هروح هنا لانوتيت ولا عندي حاجة اسمها color for legend، هبدأ احطها. بيقول انت عايز تلون حسب الاتشفاك زون ولا الروم ولا السبيس، هقول له انا عايز حسب الروم. طب بيقول لي حسب ايه؟ حسب مثلا اسماء الغرف. اوكي هيبدأ يلون لي اهو اوتوماتيك حسب الاسامي. طيب الروم لسه احنا هنبدأ نمشي عليهم واحدة واحدة نعدلهم، يعني هعمل سيليكت على دوت واقول له ده مثلا صالة معيشة والرقم بتاعه 258 258. اوتوماتيك هيبدأ يديله لون مختلف لان احنا غيرنا الاسم وغيرنا الرقم. ده برضو اهو ده هيبقى مطبخ وده هيبقى الرقم بتاعه 259، هياخد لون تاني وهيظهر عندي في الليجند بشكل مختلف. طيب لو عملت سيلكت ودخلت هنا في الايديت تايب هتلاقي عندي حاجه اسمها شو تايتل اللي هو ان انت هتظهر لي اسامي الغرف، يعني لو بيظهر كلمه اسامي الغرف هتيجي هنا وتحطها هتبدا تظهر معاك. في حاجه اسمها فاليو ديسبلايد، تمام انت عايز لكل فيو، يعني عايز اللي يظهر هنا كل الغرف حتى اللي مش موجود في الفيو دوت اللي هي اول كده كل الحاجات حتى لو في الدور العشرين تظهر معاك، انما لو انت عايز كل واحده يظهر فيها الفيو ودي احسن حاجه باي فيو دي افضل حاجه، هتقول له باي فيو هيجيب لك بس اللي موجود في اللوحه دي بس. اوكي طيب خلينا نعمل سيلكت على الروم ديت، هتلاقي هنا بعض المعلومات اللي انت ممكن تحطها زي الفينش الخاصه بالوول فينش والسيلينج والبيست والفلور فينش، دي خصائص هتبدأ تختار الماتيريال اللي انت عايزها وليكن مثلا سيراميك مثلا السيلينج جيبسون بورد تمام 60x60 مثلا الوول فينش ممكن مثلا دهان الفلور ممكن مثلا سيراميك او خشب او اي حاجه تمام، دي مثلا كمثال يعني للحاجات ما فرقش باي حاجه هنا تمام. طيب هنيجي مثلا على غرفه ثانيه ونبدا نشوف الحاجه هنا البيست، ممكن نقول له مثلا ممكن نخلي ده مثلا رخام حسب جدول التشطيبات اللي انت هتشتغل عليه. طيب لما هاجي هنا على ديت واروح اقول له اديت ممكن تعمل واحد مثلا خاص بالفلور او الارضيات فلور فينش تمام اوكي، هقول له ده هيبقى اسمه اللي هيكتب فوق فلور فينش واقول له ده هيبقى معتمد على الفلور فينش تمام، بدا يرتبهم لي بالشكل دوت هقول له اوكي، هيبدا يجيب لي بس تلوين للحاجات اللي انا عملت لها الفلور فينش. فلو علمت عليه غرفه وبدات تشوف الفلور فينش هتخليها ايه مثلا الفلور فينش هتبقى مثلا خشب مثلا او سيراميك تمام، فيبدأ يجيب لك الحاجة بالتلوين. فانت تقدر تعمل تقدر تيجي هنا تقول له مثلا دوبليكيت ويز ديتيلينج ده مثلا الفلور فينش، تعمل واحدة تانية للسيلينج تقول له اديت وتقول له انا عايز واحدة سيلينج فينش وتقول له اوكي وتسمي دي برضو سيلينج تمام، وتيجي تقول له انا عايز ده سيلينج فينش اوكي هيبدا يرتبهم لك، وهنا بقول له لو في حاجه موجوده في لينك تسحبها برده معاك وتقول له اوكي.
فيبدأ يديك برضو الألوان حسب السيلينج فينش. طيب لو عملت سيلكت هنا وقلت له أنا عايزها بالنمبر، تمام، وأقول له هنا خليها بالنمبر عشان نشوف ايه اللي هيحصل. النمبر فيه هنا بقى حاجة مختلفة، ان انت ممكن تديله قيم معينة، تمام، وممكن هنا الفيزابل دي تشيل، وهنا الكالر تبدأ تغير الكالر. طيب خلينا نعمل واحدة تانية بالاريا، وهتديله كلمة اريا وتبدأ بقى تشوف اذا كان فيه هنا اريا اهيت. الاريا بقى ممكن تشوفها كده او تشوفها باي رينج من رقم كذا لرقم كذا، تمام. طيب هنا مثلا من رقم كذا مثلا ل مثلا 100، تمام، وتقول له مثلا هنا من 100، هنا مثلا من 100 ل 200، تبدأ تحط كذا حاجة وتبدأ تشوف الأرقام ديت. ممكن تخليها مثلا من هنا من 50 مثلا، تمام، أهو، فيحسب من أقل من 50، ومن 50 ل 200، ومن 200 ل 225، وهكذا. فيبدأ يحسب لك، يلون لك حسب الأريا اللي موجودة، فتظهر معاك الحاجات بالشكل دوت، فيعمل لك ليجنت للاريا. ودي من يعني شفت كل المزايا اللي احنا بناخدها، حاسس ان احنا عملنا بس الروم، رغم ان الروم فيها معلومات قليله جدا مقارنه بالسبيس. السبيس دي بتلاقي فيها حاجات كتير جدا، خلينا نتكلم عنها في يوم لوحده ان شاء الله. خلينا نشوف الاريا بما انها مع الروم. هقول له اريا بلان، فبيقول لي انت عايز تعمل اريا ليه، فتقدر تختارهم كلهم. خلينا اختار مثلا الارضي والدور الاول مثلا، اوكي، اقول له اوكي، هيبدا يعمل لي اريا باوندنج لحدود المكان كله. هقول له انا عايز الدور الارضي، في اوتوكاد موجود، هقول له في في، واقول له انا مش عايز اي اوتوكاد خالص بالشكل ده. طيب هو هنا جايب لي المساحه كلها قد ايه. طيب ممكن تقول له اريا باوندنج دي هتطرح جزء معين، تمام، يعني لما اقول له اريا باوندنج انا طرحت الجزء ده من الحساب بتاعه، في جزء مثلا معين انا مش عايزه يتحسب مثلا، تمام. طيب عندي هنا الاريا، ممكن تقول له دي احسبها اريا لوحديها، فيبدا يحسب لي الاريا دي مختلفه عن الاريا دي. طبعا تقدر تعمل سيلكت على الاريا دي روم، احنا عايزين الاريا، تعمل سيلكت وتقول له فلتر وانا عايز الاريا اهوت، فيجيب لك الاريا دي. طب انا عايز اشيل ديت اهي، فلتر، عايزين جاب لي الاريا باوندنج. طيب خليني اعملها سيلكت بالشكل دوت اهو، دي الاريا النمبر بتاعها والنيم، تقدر تغير النيم وتغير النمبر لو انت حابب. هتيجي هنا دي الاريا بلان، ودي الاريا، دي الاريا باوندنج، دي الاريا تاج، تقدر تحط تاج على الاماكن اللي انت عايز تحطها، دي المساحه كلها. طيب ممكن اقول له لا ده انا عايز اريا باوندنج، وتبدا بقى ترسم الحاجه اللي انت عايزها، ممكن حتى ترسمها من الحدود الداخليه بالشكل دوت اهو. تمام، ممكن تقول له ده انا عايز الاريا باوندنج مثلا الثلاث غرف دول كلهم مع بعض، دي كلها انا عايز اعرف مساحتهم قد ايه مع بعض اهو. وبعد كده هتقول له اعمل لي تاج بالشكل ده، وتخلينا اقول له اريا اهو اهو، طيب دلوقتي هروح لانوتيت واقول له color في الليجند واختار، واقول له انا عايز الاريا، واقول له اوكي، فيبدا يدي كلر حسب جروس بيلدينج، لا يعني دي الخاصيه، اقول له لا انا عايزك تديها لي حسب بدل الاريا، طيب حسب الاريا، فيبدا يديها لي على هيئه ارقام بالشكل دوت، تمام. طيب لو انا عملت سيلكت على الحته ديت هتلاقي ان الاريا طيب هل هي جروس بيلدينج اريا او اكستيريور اريا او او او، فهو هنا ممكن يديك اللونين او تلات الوان حسب الاستخدام بتاعها، تمام، فتقدر تغير دي وتقول له حسب الاريا طيب، او حسب النيم، او حسب النمبر، وهكذا.
دلوقتي لو احنا عايزين نحط دايمنشن ممكن طبعا تحطه في اي لوحه، خلينا نحطه في منسوب الدور الارضي. طيب انا عايز اخفي الاوتوكاد، هتقول له في في وتروح لامبورت كاتيجوري. لو انت شلت العام من هنا هيخفي كل الاوتوكاد، بس هيلغي لي لو في فاميلي فيها اوتوكاد. تمام. طيب انا هقول له مثلا انا عايز الغي دول، واقول له اوكي بالشكل دوت. وبعد كده هبدا اعمل دايمنشن، وليكن مثلا للغرفه ديت هتقول له دي اي، وتقول له مثلا من هنا لهنا، ومثلا من هنا لهنا. وبعد كده تعمل سيلكت على الغرفه على الروم، وتبدا بقى تكتب الارقام 3.6 3.8 و 3.6. طيب لو انت عايز تخلي الدايمنشن ده يكمل معاك ممكن تعمل سيلكت وتقول له اديت ويتنس، وتبدا ترسم. طبعا لو في فينش بنرسم من قبل الفينش، لان المفروض الحاجات دي هتتعمل قبل ما الراجل يحط التقسيم اهوت. ده عمود هنقيس من عند الحيطه مثلا اهوت. طيب دوس بره عشان انت تخرج من الامر. طيب لو انا عملت سيلكت كده خلي بالك في امر بيقول لك ايكوال، ده يخليهم كلهم قد بعض، ده احنا مش عايزينه. تمام. في بعض الوقت بيحتاجه بس في الحاله بتاعتنا مش محتاجين. طيب لو انا عايز اعمل الغي واحده من دول الدايمنشن ده مثلا، يبقى انا هاجي كده عند الدايمنشن دوت وتستاب لحد ما اعمل سيلكت على الدايمنشن بس مش على كله، كده عامل على كله، كده عامل على الدايمنشن ده بس، وتقول له ديليت، فاصبح ده لوحده وده لوحده. طيب لو انا عايز اغير اللون والتفاصيل بتاعت الدايمنشن دوت ممكن تدخل اديت وتبدا بقى تشوف مثلا هنا الكالر، مثلا ممكن تخليه احمر، ممكن تغير التكست نفسه تكبره او تصغره، ده الويتس فاكتور بتاعك، ده التكست سايز ممكن تقول له مثلا ده اللي هيخليه يكبر بشكل ملحوظ وهكذا. هنا بيقول لي ايه يونت فورمات، يعني هل هو شغال بيونت فورمات بتاع البروجكت ولا ممكن تقول له لا اشتغل مثلا بالمليمتر. تمام. فيبدا ياخد بالمليمتر. ممكن تقول له في الترناتيف برضو مثلا يمينه هتبقى بالمتر، او خلينا نخليها مثلا بالانش. تمام. وهنديله وحدة قياس عشان بس ايه تبين. يبقى كده هيعمل ايه كل حاجة، هيحط ممكن تعمل سيلكت كده وتخرجها، هيعملها لي بالمليمتر وبعد كده مسافة وبعد كده هحط الانش بتاعها. ده لو انت عايز يبقى فيه وحدتين قياس في نفس التكست. ممكن تدخل هنا ايديت تايب وهتلاقي هنا هنقول له لا احنا مش عايزين حاجه تانية اهوت. وممكن تقول له الترناتيف يونت بريفكس، هتحط كلمه قبليها وتحط بعديها زي ما انت عايز وهكذا.